السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازول فلور الاصدقاء ديالي العشاق ديالي المتتبعين ديالي الاوفياء الاعزاء الكرماء. الورقه الاولى ديالنا ديال اليوم السبت ديال الدوري الايطالي غاديه مزيان الاخوه الحمد لله مع بعد ما جبنا تورينو مع روما دوس بحال روما بعد زيرو ابتداء من الشوط الاول. بقات لنا لاتزيو مع يوفنتوس. قلت لكم الاخوان بان جيفونتوس ما عندها حتى حاجه، يعني ماشي شي فريق قوي، ماشي بحال الاول، يعني فريق يعني يستعان به. لذلك عطينا الاكس اس لفائده لاتزيو الاخوان، تعادل الشوط الاول وتربح لاتزيو في نهايه المقابله ان شاء الله. المهم واحد لواحد في الشوط الاول. دابا الشوط الثاني لاتزيو ربح بجوج لواحد الدقيقه 61 كيف ما كتشوفوا الاخوان. لاتزيو جيفونتوس مباشرة على قناة سبورت تي في البرازيلية الإخوان. جيفونتوس واخا كتهجم ولكن إن شاء الله نتمنوا أن النتيجة هو الماتش يسالي بهكا لفائدة لاتزيو. دخلوا 7481 درهم ونفرحوا الإخوان المشتركين ديالنا في الجروب في أي بي ديالنا في الواتساب والتليجرام. اللي بغى يدخل معنا في الجروب في أي بي مرحبا به. ثمن الإشتراك الشهري هو 287 درهم، لا نقاش فيها أبدا. بغيتي تشترك تخلص الواجب ديالك بحالك بحال جميع الناس وتدخل معنا في الجروب وتستافد يوميا من ثلاثه ديال الورقات مده الشهر كامل. ما بغيتيش اولد الناس الله يسهل عليك بدون ازعاج وبدون تبرزيط. حنا ما كنسعاود حتى شي واحد. وبراشو داوي خاوي عطيوني باتساع، ما كنتعاملش معكم، حنا كنتعاملوا مع رجال فقط، رجال برجال واغراس اغراس. رقم الواتساب ديالي 07 00 42 38 08 والى اللقاء في امان الله.